إيهاب، مين الفنانين اللي لما بتقف معاهم بيطلعوا أحلى ما فيك؟ في كل واحد ليه كده فنان بيطلع التنافسية، أو عارف أنت اللي هو بيبقى فيه نقول لك إيه ده ماتش تمثيل. بصي، انا هجاوب اجابه مش دبلوماسيه، بس انا فعلا بحب الممثل الشاطر، اي ممثل شاطر لو طلب في المعهد. طيب مين اللي مؤخرا كنت انت قدامه حاسس انك في ماتش تمثيل؟ يعني كل زملائي في يوم الاحترام. انا بتكلم لا اصل كل كلمه زملائي ماتش. في مسلسل ايش ايش. اوه المؤخرا ان انتوا خلاص كان في ماتش تمثيل او جداً. هيبقى في ماتش تمثيل اه يعني هنشوف مباراه هتشوفه يعني في جنب رمضان. مباراه قويه جدا. انت في ايش مع مي عمر ومحمد سامي عالمي اللي هينزل في رمضان، عليه جدا شخصيه قويه جدا، ماجد المصري، يعني كل زملائي. انت الصوره على طول. كل زملائي في العمل يعني كويس. خلصتوا بدري قبل رمضان؟ الحمد لله انجاز. الحمد برافو. بدانا بدري وخلصنا بدري. انا مش عايزه طبعا مش هنقدر نحلق طبعاً المسلسل طبعاً. لكن هل المسابقه او ماتش التمثيل ده بينكم كلكم ولا اشخاص معينه؟ لا كلنا. يسرى بتقول لك اه كلنا كلكم كلنا هتتفرج. كل ممثل في دوره عامل تحفه فنيه. هل في مخرج ورا كل طبعاً. الكلام ده استاذ محمد سامي عامل. هل انت متقدم بشكل مختلف؟ اه جدا جدا. انت خليتنا نستنى الشعر ولا في اتجاه تاني؟ في الحب حبيب. طب يسرى بمناسبه الحب بقى، ايه اللي بيحبه في البيت، ايه اللي ما بيحبوش؟ بيحب ياكل من ايدك ولا ايهاب اصلا مش اكيل؟ ده ارهاق اصلا. ارهاق عليكي ولا ارهاق عليكي؟ ارهاق عليا طبعا، لانه هو اولا فيجيتيريان واكله متعب جدا، وبتدوري على ايه الخضار اللي هتعمليه. طب انت نباتي ورز. خيار ولا مفيش رز؟ احنا كمان بطاطس ورز كمان، فمفيش رز ومكرونه ولا عيش. يعني انت بتاكل خضار بس؟ يعني سلطه وخضار ده اكل ده. طب بتاخد معاهم مكملات غذائيه؟ لانك لازم تاخد فيتامين بي كومبلكس الى حد كبير. اه بس بنسى. بنسى ساعات طبعا. لازم افكرك عشان اعصاب طبعا. بس ده اختيار ان انت تبقى نباتي ولا انت طبيعي؟ ساعات الصبح نفسي كده. لا بجد؟ من وانا طفل. لا بتتكلم ايه ده؟ اه والله من 5 سنين، من عمر 5 سنين. من وانت عندك 5 سنين اكتشفت ازاي انك نباتي؟ رفضت كل ما هو لحوم فراخ. والدتك تقبلت؟ يعني مش تقبلت، الدكاتره يعني قالوا ما حد مش حدش يعني كانوا بيضربوا في الخلاط مثلا يضربوا مثلا الفراخ مع الرز مع بتاع اطلع الفراخ، فكانوا بيروحوا للدكتور يعني الدكاتره يقولوا لهم لا خلاص يعني حاولوا معايا. والسمك حالة ما يقوس منها؟ ما فيش. بتاكل سمك؟ باكل، بعشق السمك. اه بياكل سمك. اه طبعا. اه طب حلو. هو عندك بفضل اقول له طب تعالى نجرب الفراخ، تعالى نعملها بطريقه، طب يمكن لما جربتها زمان او جربتها من حد ما عجبكش الطريقه نجرب، ما انت مش عارف وبعدين طعمها. بقى لا لما بعرف يبقى في الاكل في احتفال في عزومه في اي حاجه ببعد نفسي عن المناطق. لا بتاخد طبق السلطه. طبق السلطه بقى لا لو لقيت حد قدامي منهمك في اكل اللحمه بقى فراخ ببعد عنه شويه. لما بتتخانقوا مين بيصالح مين الاول؟ ايه بصي يا واد يا جامد. هو انت اللي هو اللي بيجي يصالحك؟ بيبتدي لك انا اسف ولا حقك؟ لا بيكلمني عليا. عادي كانه ما فيش اي حاجه حصلت اصلا، يعني يخش يجي يحكي لي مثلا موضوع. ابويا كان معلمني درس قديم كده لطيف قوي، وده نتيجه تاريخيه. أوكي. العتاب بيجيب مشاكل. فما يفتح الموضوع. بس والله مش في كل الاوقات. لا اقلب الصفحه خلينا نسمعها. مش في كل الاوقات، في حاجات لازم نتعاتب فيها عشان ما تتكررش تاني، فتعمل يعني التراكم بيعمل مشاكل والله. يعني لازم تعرف اعرف ايه اللي ضايقك في الموضوع ده وده حقك ونحله. لا احنا ما بنتكلمش اصلا، بنردم على امتى حسيتي عليها محتاجه كلمه عتاب؟ ساعات كتير لما بيبقى في مشكله، بس المشكله مثلا كبيره لازم نتعاتب فيها. لا يا ما بيحبش تعاتب اصلا، لان العتاب بيقلب بمشكله تانية. هو الجوزاء لا يحب العتاب ولا الحساب ولا الجوزاء. ده جميل والله. بس هو بيعتذر خلاص. هنعمل ايه؟ ايه اكتر نقط ممكن تبقي عايزه فيها كلمه عتاب زي ما سوي؟ يعني ايه الموقف اللي تحبي ان هو يقول لك انا عارف ان الموضوع ده ضايقك؟ كلمه عتاب يعني ماشي بتدور على نقعد نتكلم فيها. حاجات كتير وما بنتعاتبش فيها، لما بنتعاتب فيها بتقلب برضو بخناقه. طب ما انت تسهلي الامور شويه. ما انا بسكت بقى خلاص، بقيت بتعامل زي هو بيكلمني فانا بكلمه برضو. خلاص انسي العتاب. بلاش عتاب زي ما بلاش. انا كل الناس بتتاقلم، انتوا الاثنين بتتاقلمتوا على بعض. بالظبط. طب طب